من ضمن الأسئلة كنت عاوز أعرف إيه الأفضل بنك من حيث المرتب والمستقبل ما بين بنك إيه بي سي وبنك تنمية الصادرات أو بنك كريدي أجريكول، يا ترى المرتب هيكون كام؟ الحقيقة لا يوجد أفضلية مطلقة ما بين الثلاث بنوك دول، يعتبروا في رينج واحد. أنا لو هفضل ممكن أفضل كريدي أجريكول لأنه اسم هيبقى كويس في السي في، ده مش معنى ان الاسماء التانية مش كويسه، ولكن كريدي اجريكول بنشوف ناس يعني از مالتي ناشونال بانك، بنك دولي، ففي ناس كتيره بعد ما بتشتغل فيه ممكن تروح تشفت على السي اي بي، بتروح بنوك خاصه كبيره او بنوك حكوميه كبيره، فدي من ضمن المزايا اللي انا ممكن اقولها. لكن شوف انت الانسب ليك الفروع والبنوك وكل هذه المواضيع، ولكن اسما وكبورتفوليو انا تفضيلي سيذهب الى كريدي اجريكول. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. اكتبوا لنا في التعليقات يا ترى ايه وجهه نظركم وماذا هو الافضل ما بين ده وما بين ده، وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله.